نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها يا ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، عبر القرون والمسلمون على اختلاف طوائفهم تقريبا سنة وشيعة وغير ذلك يدرسون ويعلمون أن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات ولكل جميعا رفع إلى السماء وافيا تاما
بروحه أو بنفسه وبدنه، فهو ثمت في السماء الدنيا الثانية، في السماء الثانية، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان بعودته ونزوله، فينزل أيها الإخوة إلى الأرض كرة ثانية ليقتل المسيح الدجال، مسيح الضلالة، ثم يمكث في الأرض على أصح الروايات 40 سنة حتى يأذن الله تبارك وتعالى أخيراً بوفاته وموته، ويقبره المسلمون كما في الروايات إلى جانب أخيه محمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلم تسليماً كثيراً. لكن في مطلع العصر الحديث اختلفت هذه الرؤية، فوجدنا جماعة من كبار علماء وأئمة الإسلام لهم اجتهاد في هذه المسألة التي ظللنا ودأبنا على اعتقاد أنها من أصول الاعتقاد، من مسائل الديانة، من مسائل الديانة. جاء هذا النفر من العلماء والأئمة الأجلاء باجتهاد جديد، زعموا وادعوا أنه هو الموافق لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنن الله الماضية في أنبيائه ورسله، وفي رأسهم الإمام المجدد مفتي مصر محمد عبده رحمة الله تعالى عليه. أنكر أن يكون عيسى رفع بروحه ونفسه، وأنكر عودته في آخر الزمان، وتبعه على ذلك الإمام السلفي المجدد محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وادعى رحمة الله تعالى عليه أن هذه عقيدة نصرانية ظل النصارى يدأبون على إقناع المسلمين بها حتى نجحوا في ذلك، فتسللت إلى نصوصهم الدينية مخالفة نصوص كتاب الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أتى شيخ الأزهر الشيخ الإمام الأكبر مصطفى المراغي وأكد الاجتهاد عينه، عيسى لم يرفع حياً ولن يعود في آخر الدنيا. تبعه الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمة الله تعالى عليه في فتواه الشهيرة المطولة التي نشرها في الرسالة، وهي مطبوعة إلى أيام الناس هذه في كتاب الشهير الفتاوى، مطبوعة على طولها في زهاء 20 صحيفة، أي 20 صفحة. ثم رأينا الإمام المجتهد الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه في لواء الإسلام عدد ذي الحجة سنة 63 و900 و1000 ينكر هذه العقيدة ولا يعدها من عقائد الإسلام، ينكر أن عيسى رفع حياً تاماً وافياً، وينكر عودته في آخر الزمان. وفي نفس أو في العدد نفسه ذاته الشيخ العلامة الداعية محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وأتى بأدلة زائدة وأنكر العقيدتين جميعاً، على أن الشيخ الغزالي عاد بعد ذلك في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وفتح باباً لاحتمال أن ينزل عيسى، مع تأكيده أنه توفي وفاة طبيعية، مات كما يموت الأنبياء، لم يرفع حياً كما نعتقد، لكن يمكن أن يعود في آخر الزمان، فتح باباً لم يجزم به كما يريد بعض الناس أن يفهمونه، لم يجزم به لكن قال هذا غير محال، كأنه تردد للأمانة العلمية. الدكتور المؤرخ الإسلامي أحمد شلبي رحمة الله تعالى عليه له بحث أيضاً في هذه المسألة، لخص فيه أطراف أقوال هؤلاء أو جملة ماتعة منهم في كتابه مقارنة الأديان، الجزء الخاص بالديانة المسيحية أو النصرانية. العلامة الأزهري مفسر القرآن الكريم الدكتور محمد محمود حجازي أنكر ذلك في تفسيره، عيسى لم يرفع حياً ولن يعود في آخر الزمان، إلى غير هؤلاء. الدكتور حسن الترابي ولا يزال حياً من علماء المسلمين الأحياء رحمة الله على الأموات، وأبقى الله الأحياء ذخراً للإسلام والمسلمين. هؤلاء نفر ليسوا قليلين، ليسوا قليلين، وهناك كثيرون ممن هم أقل منهم درجة ورتبة سيروهم في هذا الاجتهاد. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ حتى لا يقال هذا قول بدع ما سبقت إليه، هذا قول يخول لنا أن نخرجك من الملة. لست أول من قال بهذا، لكنني مقتنع ولي أدلة الخاصة أيضاً مما فتح الله تبارك وتعالى به علي ولم أسبق إليه من النظر في كتاب الله وغيره، وربما أسوقها في هذا المقام ومقامات أخرى إن قدر الله سبحانه وتعالى ويسر. على ماذا اعتمدت الأمة عبر القرون الطويلة المتتابعة أيها الإخوة في تأسيسها للاعتقاد بهذه العقيدة العجيبة وهي عقيدة نصرانية؟ هي في الحقيقة وفي الأصل عقيدة يهودية نصرانية. اليهود يعتقدون إخواني وأخواتي
أن مسيحهم المنتظر الموعود سيعود في آخر الزمان وسينتصر لهم من سائر أعدائهم أو من جميع أعدائهم، فهو مسيح موعود أيها الإخوة. وأما النصارى فيعتقدون بعودة المسيح على أنهم يرونه رباً نورا من نور أيها الإخوة، ولا يرونه رسولا بشرا عبدا لله عاديا كما يرى اليهود والمسلمون، يرونه ربا، سيعود هذا الرب. فالمسألة أيها الإخوة فيها دعم لشبهة الربوبية التي أثرت على مسار الديانة النصرانية، أن يكون ظل حيا ورفع روحا وبدنا أيها الإخوة، وسيعود في آخر الزمان ويعم به دينه العالم والعالمين، أي يعم بعودته ونزوله دينه العالمين. على كل حال، على ماذا اعتمد واتكأ هؤلاء العلماء وهم جماهير الأمة سنة وشيعة أيها الإخوة؟ سنة وشيعة الإباضية يختلفون، إباضية المغرب وإباضية المشرق. معظم إباضية المشرق لا يؤمنون بعودة عيسى، أما إباضية المغرب فلهم روايات، لديهم روايات في هذه المسألة. على كل حال، هذه مسائل أفراقية، مسائل أفراقية اعتمدوا على أشياء كثيرة، سأحاول أن ألخصها على سبيل الاستعجال والأمانة العلمية أيها الإخوة، وتقريبا لن أترك منها شيئا خاصة المتعلق بكتاب الله، أما الأحاديث فلها مقام آخر. اعتمدوا على قوله تبارك وتعالى: ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، قالوا إشارة، هو من المقربين، إذن لأنه رفع بروحه أو بنفسه وبدنه فهو في السماء، وهذا لا معنى له، لأن الأنبياء المتواجدين في السماء أكثر من خصوص عيسى عليه السلام، بل معه في السماء الثانية ابن خالته يحيى، وهناك آدم، وهناك موسى، وهناك يوسف، وهناك إدريس، وهناك إبراهيم، وتعلمون جميعا حديث المعراج. ثم يعني إذا كانت كلمة المقرب أيها الإخوة والمقربون تجعل الإنسان مقربا على هذا النحو، أستغفر الله بين قوسين الحس يعني كأنه مرفوع، إذن ماذا نفعل بالمقربين من صالحي هذه الأمة؟ ها؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ها؟ أولئك المقربون والسابقون السابقون. أولئك عيسى ليس وحده فقط إيه؟ مقربا عليه الصلاة والسلام، لكن هو التشبث أيها الإخوة، لأنها دعوة عريضة أعرض من الغبراء، فلا يزالون يتشبثون بأذيال شبهات الدليل، هذا ليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد، بل أعجب وأغرب بعضهم فتشبث بأذيال قوله عز من قائل: وجيها، قالوا هذا من وجهته، قلنا موسى أيضا إيه كان وجيها، فهل رفع روحا وبدنا؟ ما هذا؟ ما هذه الطريقة في تأسيس الاعتقاد على مثل هذه الشبهات الواهية جدا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل موسى أيضا رفع لموضع كلمة أو لموقع كلمة وجيه؟ أيها الإخوة عجب من العجب. ثانيا، قالوا، قال الله تبارك وتعالى: يكلم الناس في المهد وكهلا، وعيسى مات أو ارتفع أو رفع أو ذهب، حتى نكون منصفين مع الحقائق كما يصورها أصحابها وزاعموها، عيسى ولى وذهب عليه الصلاة والسلام شابا في الثالثة أو في الرابعة والثلاثين، والله يقول كهلا، إذن متى؟ لابد أن يعود ليكلم الناس كهلا. هذا لا موضع فيه للاستدلال البتة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو غلط من ناحيتين. الناحية الأولى: ليس لدينا نص يعتمد لا من كتاب الله ولا من صحيح السنة، نص معتمد أن عيسى ولى وهو ابن 33 أو 34، غير صحيح، هذا في مأثورات الإسرائيليين. بل لدينا بعض النصوص عن رسول الله وهي أيضا غير صحيحة، أنه كان ابن 150 سنة، في نص آخر كان ابن 120 سنة، وأن النبي عليه السلام قال: ما من نبي بعثه الله إلا عاش نصف الذي كان قبله، وما أراني ذاهبا إلا على رأس الستين، النبي يقول هذا لأن عيسى كان ابن 120. إذن ما في لدينا دليل قطعي صريح صحيح أيها الإخوة أن عيسى ولا وهو ابن كذا وكذا، غير صحيح، هذه كلمات. على أن لو سلمنا بهذا المشهور وهو أشهر الأقوال، مشهور عند الإسرائيليين وحتى عند مؤرخي المسلمين، أنه تولى عليه السلام وهو ابن 34 تقريبا، لو أخذنا بهذا، الكهولة لغة أيها الإخوة في أرجح الأقوال كما في متن اللغة كما في كتب ومعجمات اللغة هي ما بعد 30،
ما بعد الثلاثين يقال له كهل أيها الإخوة. فعيسى نعم تولى كهلا. لماذا؟ لأنه بحسب الأدبيات المقدسة، بحسب أدبيات أهل الكتاب، عيسى أيها الإخوة لم يلبث ولم يبقى نبيا رسولا إلا زواء سنتين، بعضهم يقول أقل من سنتين، سنة ونيف فقط وانتهى، انتهى إلى النهاية التي اختلف فيها واختلف فيها أهل الملل والأديان، واختلف فيها أهل الملل والأديان. هذه هي الكهولة، ما بعد الثلاثين كهولة، ما بعد الثلاثين كهولة، فهو كهل، فهو كهل. ثم إن الآية لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا المعنى، وإنما أتي بقوله وكهلا للإحتراس والإحتراز، لأنه حين قال يكلم الناس في المهدي سيظن ظان، بل سيظن ظانون كثيرون، كثر من الناس، أنه ربما لبس بشيطان، سكنه جني والعياذ بالله، فهو ينطق على لسانه. علماء البلاغة يسمون هذا الاحتراس، احتراساً واحترازاً أيها الإخوة من خطور هذا الخاطر الرديء بقلب بقلب أحدهم. قال تعالى يكلم الناس في المهدي، قال وكهلا ومن الصالحين، ليس عن شبهة إبليسية أو شبهة من تلبس جني، هذا اسمه الاحتراس، لا علاقة له بما أرادوا وبما ذهبوا إليه، على أن الكهولة بعد الثلاثين. انتهينا من هذه، نأتي الآن إلى أقوى أدلتهم، وهي الآية الكريمة الجليلة التي تلوتها من سورة آل عمران. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إني متوفيك ورافعك إلي أيها الإخوة. قالوا الله يقول متوفيك ورافعك إلي، صرح بأنه يرفعه إلي، يرفعه إلي. فلو كان يرفعه روحا أو نفسا فقط لما كان في هذا وجه اختصاص وامتياز، كل الأرواح ترفع في البداية، لكن ماذا يفعل بها بعد ذلك؟ اختلاف على أزيد ربما من عشرات الأقوال. تقصى ابن قيم الجوزية في الروح على ما أذكر أكثر أطرافها، أقوال كثيرة ماذا يفعل بالنفوس أو بالأرواح بعد أن تعود من السماء، الله أعلم، أقوال كثيرة جدا. فليس فيه وجه اختصاص ولا امتياز لعيسى، إن كان الرفع بالروح فلا بد أن يكون بالروح والبدن، لابد أن يكون بالروح والبدن. وفسروا كلمة متوفيك وهي ضد ما أرادوا، ضد مقصودهم تماماً، والترتيب يعاكس قصدهم، والترتيب يعاكس قصدهم. الله لم يقل إني رافعك ومتوفيك، إنما قال متوفيك، والوفاء إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ إلى الموت، هذا معروف إذا أطلقت في حق الإنسان، وما من قرينة زائدة أيها الإخوة، فتنصرف إلى الموت، توفية الموت، توفية الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه الوفاة وهذه التوفية، تنصرف إلى الموت. فقالوا لا، الآية فيها تقديم وتأخير، والتوفية هنا بمعنى آخر، اخترعوا معنى جديدا ثالثا لا تعرفه العربية، وأعلننا قبل سنين نتحدى في كل أدبيات العرب شعراً ونثراً أن تأتونا بالتوفية بحيث تعني أن الإنسان يقبض روحاً وبدناً، مستحيل، العرب لم تعرف هذا. لذلك أصاب المحز الإمام المجدد المفسر الطاهر ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه في التحرير والتنوير، قال فتفسير الوفاء أو التوفية بأنها أخذ واستيفاء الروح والبدن جملة، قال إحداث معنى جديد في العربية لم تعرفه اللغة، اللغة لا تعرف هذا، أين هذا في العربية؟ أين هذا في العربية؟ وسنتحدث بعد ذلك حين نكر على أدلتهم بالإضحاض أيها الإخوة وبيان تهافتها بتحقيق المقام في التوفية. على كل حال أتوا بمعنى جديد، قالوا التوفية ليس بمعنى الموت، وطبعا ليس بمعنى النوم، إنما بمعنى أخذه تاما وافيا روحا وبدنا. قالوا والآية من باب المقدم والمؤخر كما روى عن قتادة ابن دعامة السدوسي، قالوا فيها تقديم وتأخير، إيه يعني؟ قالوا أصل الآية إني رافعك ومتوفيك، كان يعجز الله أن يقول هذا إني رافعك ومتوفيك، فذهب يقول إني متوفيك ورافعك، شيء عجيب جدا، تكلفات باردة، من أجل ماذا؟ من أجل أن تصح عقيدة هي من أسس الاعتقاد النصراني. ويل ديورانت بعد أن تحدث عن المسيح وعن القيامة وعن الصعود وبعدين عن عقيدة الرجعة والعهد المليوني، العهد الألف يعني المليونيوم الألفي السعيد، قال
ولولا عقيدة رجعة أو عودة عيسى ما قامت المسيحية. هذا من أعظم أسس الديانة النصرانية، أن تعتقد أنه سيعود. قال لك وأنتم تعتقدون بهذا، ليس محمدكم هو الذي يعود، العيسى، عيسى يسوع هو الذي يعود وليس محمد. محمد المرسل رحمة للعالمين، ليس محمد هو الذي يعم دينه العالمين. يسوع حين يعود يعم دينه العالمين، حتى وإن زعمتم أنه دين محمد لكن يسوع وليس محمدا. وليس، انتبهوا، ما شاء الله، هذه عقائد جيدة تخدم الإسلام وتخدم القرآن وتخدم مقررات اعتقادنا. لا 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 لا، تخدم أعظم ما خدمت به النصرانية، أعظم ما خدمت به النصرانية. لكن نعود، قالوا من باب المقدم والمؤخر، من باب المقدم والمؤخر. أيضا من أقوى وأظهر ما استدلوا به قول الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. مرة أخرى صرح بأنه رفعه إليه، إذن هو مرفوع ونأخذه وقالوا على وجهه مرفوع روحا وبدنا إلى السماء الثانية على حسب اعتقاد المسلمين في حديث المعراج، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من، إن هنا نافية بمعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا، وفيها قسم، لا يؤمنن، لام القسم هنا، الله يقسم، يقسم على إيمان هذا الكتاب، هذه لام القسم، إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قالوا اختلف العلماء في مرجع الضمير، طبعا إلا لا يؤمنن به هنا القول تقريبا الذي تسالم عليه معظم المفسرين عبر الأعصار المتعاقبة، الضمير المجرور إلا لا يؤمنن به أي بعيسى قبل موته. اختلف هنا المفسرون، منهم من قال قبل موته أي قبل موت عيسى، وهذا يساعد الذين يعتقدون بعقيدة رجعة عيسى وعودة عيسى، قبل موته أي قبل موت عيسى. عجيب، أهل الكتاب أكثرهم كفر به، كيف يؤمن به؟ قال لك حين يعود، لأنه سيعود، فلا يبقى كتابي إلا آمن به. وهكذا هي العقيدة النصرانية، وهكذا هي العقيدة اليهودية، لكن ليس إيه في المسيح عيسى بن مريم، إنما في مسيحهم. أيها الإخوة، عودوا إلى الإصحاح الحادي عشر من سفر أشعياء، من سفر أشعياء من الواحد إلى عشرة، ستقرؤون عقيدة اليهود في المسيح المنتظر وعودته، كيف يعود. يعود أيها الإخوة، يتسالم البشر بل الكائنات كلها على وجه البسيط على وجه الأرض، فلا يسوؤون ولا يسيئون ولا يجرمون أيها الإخوة والأخوات، بل يكون معرفة الرب في قلب كل الناس كالماء في البحر، يعني الدين واحد. والمسيحيون يقولون بهذا، والمسلمون من أسف ينسبون إلى الرسول أنه قال هذا، تكون الملة ملة واحدة، والقرآن يكذب هذا تماما. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. القرآن تقول سنن إلهية، ستقوم الساعة والناس مختلفون. لن يأتي يوم، لم يمر يوم ولن يأتي يوم يتطابق الناس فيه كلهم على عقيدة واحدة، لا على سبيل الاقتناع ولا على سبيل الإكراه والإلجاء أيها الإخوة، أو حتى على سبيل آخر تتدخل فيه يد الغيب بأن تميت كل غير الموحدين وغير المسلمين، كما تقول أحاديث عن أبي هريرة وكما يقول سفر أشعياء. وسوف أقف بكم على هذه المسألة. مقارنة الأديان علم خطير، أنا أقول لكم بين مزدوجين، وطبعا هذه لا أقولها إيه هكذا جزافا، لكن لابد أن أقولها الآن. على المسلمين أن يستعدوا، أنا أوجه الكلام للعلماء والدارسين والمفكرين، عليكم أن تستعدوا أيضا في الدورة القابلة، في الدورة القادمة ربما في 10 سنين على الأكثر، إلى شبهات عظيمة ستطم علينا من باب مقارنة الأديان، وهي شبهات خطيرة وخطيرة جدا، أخطر مما تظنون. يراد بها إثبات أن دينكم أساطير، أن دينكم ركام من الأساطير، يخالف الحقائق التاريخية، يخالف البينات والوثائق، وهو نوع من تحريف الكتاب المقدس بالأدلة والمقارنات. عليكم أن تدرسوا هذا جيداً،
عليكم أن تحرروا عقائدكم يا أيها المسلمون شيعة وسنة بشكل جيد، وإلا فإن أبناءكم في مهب الرياح، بناتكم في مهب الرياح. المسألة خطيرة وحساسة، لكن نترك هذا التحذير. على كل حال هذا وقته، نحن دائما علينا أيها الإخوة أن ننازل الشر والشبهات، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون الرسول عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. والشر بدأ الآن يزحف أيها الإخوة، شر الإلحاد وشر هذه العلوم العجيبة، مع أنها لو أحكم المسلمون أسسها، لو أحكم المسلمون أسسها وبرزوا فيها وحذقوها لكانت مدداً لنصرة دينهم، لكن بغير ذلك ستكون سيفاً أيها الإخوة يشذب أعضاء هذا الدين فيتركه بلا قوة، بلا منة، بلا تماسك. وأنا أعني ما أقول، أعود أيها الإخوة. فقالوا: هذه الآيات من أقوى الأدلة التي نستند إليها، نحن نرجح، يقولون، أن الضمير إلا ليؤمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى. لماذا؟ الأحاديث الصحيحة تقول هذا، النبي فسره هكذا، الصحابة فسره، فسروا مرجع الضمير هكذا. إذن نحن نقول بهذا، وعليه الجمهور، وعليه الجمهور، هذا دليل. أخيراً أيها الإخوة، استدلوا بآية الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وإنه، الحديث عن ابن مريم، الحديث عن عيسى. الآية تقول في سورة الزخرف: وإنه، أي وإن عيسى عليه السلام لعلم للساعة. فسر العلم هنا بالعلم، لعلم للساعة، لشرط، علم من أعلامها وشرط من أشراطها، من أشراط الساعة، من أمارات الساعة، من أعلام الساعة. كيف من أعلام الساعة؟ لأنه سيعود، وحين يعود وينزل من السماء أيها الإخوة واضعا يديه على إيه؟ أجنحة ملكين أو جناحي ملكين عند المنارة الشرقية، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق أيها الإخوة، قيل هي إحدى منارات الأموي وهي أصغرها وأنزلها، بيضاء بين مهروذتين نوع من الثياب إلى آخر الحديث. قالوا هذا إشارة إلى أن الساعة قد اقتربت، إشارة إلى أن الساعة قد دنت، أصبحت وشيكة. قالوا هذه الآية كالنص. ومن عجب أن بعض هؤلاء تهوكوا، بل تهوروا وتورطوا، فأطلقوا التكفير بغير تأثم ولا تحرج. قالوا: فمن أنكر نزوله وعودته فقد كفر. من أصول الإيمان هذا، من أسس الدين، عجيب، فقد كفر. أين هذه العقيدة؟ إذن كفر كل من ذكرنا العلماء الأجلاء: أبو زهرة والشيخ الغزالي والشيخ محمد عبده ورشيد رضا وشلتوت والمراغي، شيوخ أزهر كفروا. هؤلاء كفر جهلة، لا يعرفون العلم، أنتم تعرفونه، ترسلون التكفير إرسال المسلمات هكذا بكل سهولة، وتكفرون الأمة، وتكفرون من يستخدم عقله، بل من يستشير كتاب الله تبارك وتعالى ويرجع إليه، لأنكم جعلتم الروايات والأحاديث والأخبار مقدمة على كتاب الله. نعم نعم، إذا صح لديهم حديث، المهم أن يكون في الصحيح في البخاري أو مسلم، مهما كان خرافيا، مهما كان كذبا. واحد يقول لي: يا أخي اربع على ضلعك يا رجل، اتق الله، جننتنا، أنت تصف حديثا في الصحيحين بأنه خرافي وكذب. نعم نعم، سأخذ بكم اليوم واذهبوا وتحدوا بهذا من شئتم، أحاديث كذب واضح أنها كذب وهي في الصحيحين. بالله عليكم، بالله عليكم وعليكن وكل من بلغه هذا الكلام أو سمعه، هل تعتقدون أن النبي فعلا أجاب بهذا الجواب عن ذاكم السؤال؟ واسمعوا النبأ، له علاقة بموضوعنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك، طبعا بين قوسين، حد يقول لك: شوف ينتقد البخاري ومسلم، يسكت عن الشيعة. لا أسكت لا عن شيعة ولا عن سنة، الشيعة لديهم مثل هذا يا أخواني الكثير الكثير، وهم يعتقدون بالدجال وبالمهدي وعودة عيسى عقيدة كعقيدة أهل السنة وأقوى، لأن المسائل مترابطة عندهم كما هي مترابطة لدينا، المهدي والدجال وعيسى. جريمة أن تنكر هذه العقيدة، عقيدة
نفس الشيء، ما أقوله هنا أقوله هناك، نفس الشيء. على كل حال، لكن اسمعوا لهذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: سأل رجل الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى القيامة؟ فنظر عليه الصلاة وأفضل السلام إلى غلام صغير منهم، من عز شنوءة القبيلة هذه المشهورة، فقال: إن عمر هذا، إذا الله كتب له عمر لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني معناها النبي يقطع بأن الساعة ستقوم في أقل ربما إيه؟ من 90 سنة. هذا غلام ابن 10 سنوات، ابن إيه؟ بضع 10 سنة، إن عمر وكان له عمر لن يدركه الهرم قبل أن يهرم تقوم الساعة. عجيب يا رسول الله، أنت قلت هذا؟ والله والله العظيم يقشعر قلبي من الداخل، أقسم بالله العظيم. لكن طبعاً اذهبوا إلى الشراح عاد، إلى ابن رجب وفتح الباري، وسوف ترون التكلفات الباردة التي لا معنى لها. النبي أفصح من نطق بالضاد، وحديثه واضح، يقول: قبل أن يموت هذا، قبل أن يهرم هذا، الساعة تقوم. صحيح يا رسول الله أنت قلت هذا؟ والله يا حاشاه، والله الذي لا إله إلا هو حاشاه، لأنه هو الذي بلغنا قول الله تعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. ويقولون: يا عدنان تشكك في الصحاح. أنا لا أريد من يشكك في قرآني، في ديني يا أخي، لا أريد من يكفر هذا الجيل وهؤلاء الناس. الناس لهم عقل ولهم قلب ولهم حب وعشق نبيهم وكتابهم، فلا تشككوا الناس في قرآنهم من أجل البخاري ومسلم، مع احترامي على الرأس والعين والله العظيم للبخاري ومسلم، لكنهم بشر وجهدهم بشري، وهذا الجهد البشري مدغول ومدخول وفيه أخطاء وفيه مصائب. علينا أن نكون واضحين إزاء هذه المصائب كالسيف القاطع، هكذا لا يمكن أن نقايض كتاب الله بسنة تنسب إلى النبي. والحمقى أيها الإخوة هم كثيرون، كثيرون في هذه الأمة ممن ينتحلون اسم العلم والعلماء والمشيخة، يوقعون في وهل الناس أن الحديث إذا كان في الصحيحين انتهى، النبي قاله حتما. من أين لكم يا أخي؟ يا أخي من أين لكم أنه قاله؟ هل قال النبي هذا حتما؟ قال لك: وحديث الآحاد وإن لم يفد علما لا تؤخذ منه عقيدة، ولكن إن احتفت به قرائن أو حفت به قرائن قد يفيد الاعتقاد، قد يفيد العلم. مثل ماذا؟ قال لك: كونه مخرج في الصحيحين. يا سلام، من أين أتيتم بهذه القاعدة التي لا معنى لها؟ هذا حديث مخرج في الصحيحين والله العظيم، وأنا على منبر رسول الله لا أقبله طرفة عين، ولا أشكك في نبيي، ولا أشكك في كتابي وديني. قال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وعلى فكرة واضح جدا أحاديث كثيرة أخرى يروي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إني لأرجو أن أدرك عيسى ابن مريم. يعني ممكن المهدي والدجال كله هذا بسرعة بسرعة، ويطلع عيسى وأنا أسلم عليه: أخي هذا عيسى، فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم. يخاطبكم أنتم أم يخاطب أصحابه؟ طبعا أصحابه. لا تقول لي: لا، النبي قال منكم. يا سلام، وهذه تعم تعم. هو يقول لك: أنا تقريبا سأدركه، لكن ممكن يعجل بي الموت، فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. يعني يجزم بأن أصحابه طبعا مثل حديث أنس في الصحيحين سيدركون المسيح. يا أخي هذا كذب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأحاديث التي تريد فعلا أن تسلخ هذه الأمة من دينها. تعرفون الحمد لله لطف من الله أن هذه الأمة في جمهورها، ومعذرة والله العظيم لكل الناس، جاهلة. أنا لا أفتري، معظم الأمة جاهلة. واحد يقول لك: هذا في البخاري ومسلم، لأنه في حياته ما سمعه وفي حياته ما قرأ، لأن الأمة لا تقرأ أصلا، أمة لا تقرأ. لكن لو كانت تقرأ وتنقر وتفتش وتبحث، أنا أقول لكم كثير منها لكفر أي منذ حين، كما يلحد شبابنا الآن، بدأوا يقرؤون فلسفة ودوكنز وتطور وتصميم ومش تصميم، بدأوا يلحدون لأن الخطاب بائس. ونفس الشيء بكرة يفتشون في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة، يقول لك: تفضل، مع الحكاية كلها كذب في كذب، كلها كذب في كذب في كذب. بعدين أحاديث الدجال وعيسى، متى ينزل عيسى؟ متى يظهر الدجال الملعون؟
بعد فتح القسطنطينية، والحديث واضح جدا 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 في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، بيفتحوا القسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح أي الدجال مسيح الضلالة، إن المسيح قد خلفكم في أهلكم في أهلكم، فيخرجون وهو باطل. حتى إذا أتوا الشام فهم كل هذا في أيام في أسابيع، فهم يصطفون لملاقاة العدو إذ نزل المسيح ابن مريم والدجال موجود. وين يا بابا؟ القسطنطينية فتحت من 500 سنة، انتهينا. أي قسطنطينية وأي دجال وأي عيسى يعود؟ ما القصة هنا؟ في صحيح مسلم. قطع الله لسانك. إيه قطع الله لسانك، قطع الله عقلك. ليس لسان، ليس لك مخ، ليس لك عقل. حديث صحيح، واسمع التأويلات الفارغة من باب لعل ولعل، لعل ولعل لا تنفع إيش؟ في موضوع حديث أنس، في موضوع فليقرأه منه السلام. لكن في حديث القسطنطينية، لعل القسطنطينية تعود إلى الكفار. لا يا أخي، لا علل الله هذه اللعل، لا لبى الله هذا الرجاء، أقسم بالله يا أخي. قال يعني ممكن هذا إسطنبول هذه ترجع للكفار مرة ثانية، ويرجع من أين لكم أنها تفتح مرتين وتغزى؟ ما الكلام الفارغ هذا؟ تكلفات باردة عجيبة من أجل تصحيح أحاديث لأنها في الصحاح، كأن النبي قطعا قالها، ما قالها ولا درى بها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنعود، فقالوا الأحاديث من أجل الأحاديث. وحتى لا أنسى، أنا أقول لكم اضربوا كشحا أو ليتا بل كسوحا عن هذه الأحاديث فقط مرحليا لنصف ساعة، ثم اقرأوا الأدلة من كتاب الله وتوهموا خلو ذهنياتكم أذهانكم من هذه الأحاديث. ليس في كتاب الله آية واحدة أيها الإخوة تصرح بعودة المسيح، بل فيه آي وآي وسنن إلهية معبر عنها بلفظ رباني معجز بليغ بديع قاطع ماضٍ أيها الإخوة، شاف كاف أنه مات كشأن إخوانه المرسلين. مش هو نبي؟ مش هو رسول؟ مش ماتوا من قبله؟ وهو أيضا مات. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلن الطعام. قال زيه زيهم، مش ماتوا؟ الله قال هو مات كمان. ولذلك قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. لا يا عدنان، يمكن الله قال إلا عيسى بن مريم، احنا نقرأ أمة جاهلة. لا ما قالش هذا، الله ما قالش. الرواة أبو فلان وأبو علان قالوا ابن مريم استثناء، الله ما قال استثناء. قال هذه سنة كونية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال قد خلت من قبله الرسل، خلت انقرضت وبادت وفنيت، مثل ما فنت الرسل قبل عيسى فنيت الرسل قبل مين؟ قبل محمد. والمقصود هنا أصالة من بالذات؟ عيسى. هذه الآية إشارة إلى عيسى بالذات، ثم بعد ذلك إلى من قبل عيسى. لماذا؟ لأن أولى الأنبياء بعيسى محمد عليه السلام. قال أنا أولى الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. إذن أول واحد ينضوي تحت هذه الآية عيسى ابن مريم، خلا مات وفني. لذلك في العتبية كما قال علامة طه بن عاشور في التحية والتنوير، قال في جامع العتبية عن الإمام مؤسس المذهب مالك بن أنس رضوان الله عليه، قال مات عيسى عن 33 سنة. مات مات. الله قال فلما توفيتني إني متوفيك قد خلت من قبله الرسل. مات، يقول مات الإمام مالك مات. على كل حال ما في علاقة يعني إيه لزومية بين أنه مات ولن إيه يعود. بعضهم يقول مات وسيعود، وبعضهم يقول مات ولن يعود. نحن مع الفريق الثاني، مات ولن يعود، وسوف نرى هذا قرآنيا. إذن احتجوا أيضا إيه بآية الزخرف، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. جميل. ثم احتجوا بأحاديث. أنا وقفت عليكم الآن لأن الجولان في ميدان تقييم هذه الأحاديث ومقارنتها وإبراز ما بينها من تعارض وتنافر وتشاكس وتخالف يطول جدا جدا، يحتاج إلى محاضرات. ولعلنا إن يسر الله نفعل هذا قريبا بإذن الله تعالى، ونتكلم عليه سندا ومتنا على أنها في الصحاح، بعضها في الصحاح، هذه المتخالفة المتشاكسة المتكاذبة والمكذبة أيضا لصريح كلام رب العالمين. أيها الإخوة سنتحدث عنها وحدها، لكن أنا وقفت بكم عمدا عن قصد على بعض منها لكي تعلموا أيها الإخوة أنها من المحال أن تصح عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. تحدثنا أيها الراوي، لا أقول الرسول، أيها الراوي أيها المخرج
عن مسيح دجال وعن مسيح ابن مريم بعد فتح القسطنطينية. قد فتحت القسطنطينية، وين؟ ما في. يقتسمون الغنائم، أيام ما في أيام، يظهر هذا وهذا، أين هذا؟ من أين أتيتم بهذه الأحاديث والمرويات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعود الآن الشطر الآخر من الخطبة، كيف نجيب عن أدلتهم وما هي أدلتنا التي ندفع بها معتقدهم أيها الإخوة، ونؤكد أن عيسى مات ولن يعود إلى الدنيا، حتما لن يعود. القرآن يقول حتما لن يعود، محال أن يعود أيها الإخوة. لماذا؟ أول شيء احتجاجهم إيه؟ بوجيها من المقربين أجبنا عليه سريعا. أما احتجاجهم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، الوفاء بالتأمل في مواقعها، والتوفية كالاستيفاء بمعنى واحد أيها الإخوة، الوفاء والتوفية أو الاستيفاء. مواقع هذه المادة في كتاب الله تبارك وتعالى تطلق أصالة على وفاة الموت، توفية الموت. إن أريد بها غير توفية الموت رأينا قرينة تؤكد هذا. فمثلا يقول الله في الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هذه وفاة إيه؟ الموت، توفية الموت، توفية الموت. واحد يقول لي كيف توفية الموت؟ يعني معنى الآية الله يميت الأنفس حين موتها؟ لا. لماذا يسمي الله تبارك وتعالى الموت توفية؟ يجعل الموت من باب التوفية، قسماً من أقسام التوفية. تعرفوا لماذا؟ هذه نكتة عجيبة جداً جداً بفضل الله تبارك وتعالى، درءاً لاعتقاد وثني دهري يرى أن الموت إفناء وإعدام، إعدام نهائي مطلق، من مات انتهى لا يعود، كما كان يقول إيه؟ الكفار: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا قيامة ولا بعث، ما يهلكنا إلا الدهر، انتهى، مفعول الزمان. الله يقول: لا، الذي يموت يتوفى، ومنكم من يتوفى من قبل، من قبل أن يبلغ الأشد وهو صغير يتوفى. لماذا؟ لماذا يقول يتوفى؟ إشارة إلى المحفوظية، استوفيت ديني، توفيته، أخذته تاما، وإشارة إلى أن حقيقة الإنسان في جوهره الروحاني وليس في بدنه الجثماني الترابي الطيني. انتبهوا، على عكس ما أراد الدهريون والملاحدة والمشركون والطبائعيون. الله يقول: لا، لذلك أنا أتوفاك. كيف تتوفاني؟ البدن في التراب. قال لك: هذا ما في عليه معول حتى يوم القيامة. هناك رأي العلماء العقيدة: ممكن يخلق لك بدن جديد، مش شرط أن يعيد الله نفس الذرات، الذرات نفسها. لا لا، قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، سماه خلقا جديدا. نعم، هذا هو الفهم القرآن الكريم. لكن أين الجوهر؟ الجوهر باق، الروح، النفس باقية. لا يقول: هذه توفية. لذلك أراد بعضهم أن يشكل علينا، قال: لو كان ذلك كذلك لصار معنى الآية الله يميت الأنفس حين موتها. لا لا، أنت لم تفهم الآية أصلا، أنت لم تفهم سري ولطف هذا التعبير القرآني الدقيق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ما معنى؟ يعني يتوفاها في منامها. إذن هما توفيتان، استيفاءان، توفية الموت وتوفية النوم، ولا ثالث لهما في كتاب الله بخصوص إيه؟ الإنسان. هناك توفية الأجر، توفية الحساب، فوفاه حسابه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطونه تاما وافيا غير منقوص، بغير منقصة. هذا معنى موارد أخرى، لكن بخصوص الإنسان توفيتان، توفية الموت وتوفية. العلامة ابن عاشور يقول: مواقع هذه الكلمة تحملنا على إيه؟ على فهم أنها حيثما وردت كلمة توفية بخصوص الإنسان يراد بها الموت. إذا فسرت بغير الموت قل لي وين القرينة؟ نريد قرينة. ولذلك قال العلامة رحمة الله، وهو من مدققي المفسرين معروف وخاصة في العربية، ابن عاشور معروف في العربية، رجل لا يشق له غبار ولا يطار له في مطار، نور الله ضريحه بشأبيب الرحمة. قال: فلذلك اعتقاد أن التوفية في آية عيسى هذه تعني استيفاء عيسى روحا وبدنا، قال: إحداث معنى في العربية جديد لم تعرفه العربية. من أين أتيتم بهذا؟
قال هذا كذب على العربية. هذه أشياء لا تؤخذ بالقياس، تؤخذ بماذا؟ بالسماع. عندك دليل؟ لكن أنتم تلبستكم عقيدة نصرانية ففسرتم بها كتاب الله، أليس كذلك؟ كما تسللت إلى مروياتكم الحديثية فشنأتم بها أي وجه الكتاب ولبستم معانيه، ألبستموها إيه؟ أثواباً من الإغماض والإشكال والتشبيه والتلبيس على الناس، فصار الناس في حيرة وصار بعضهم يكفر بعضاً. عجيب. من المتأخرين كالعلامة المفسر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول برفع عيسى حياً روحاً وبدناً، ويقول بعودته، لكن يقول المسألة كلها من آمن بها أو كفر بها لا تقتضي عند الإيمان بها زيادة في الدين ولا عند الكفر بها نقصاً من الدين. وهذا قول وسط. لماذا؟ تأثر من الشيخ الشعراوي بآراء بآراء أساتذه، شيوخ الأزهر العظام، مفتي مصر عبده، والشيخ المراغي، والشيخ شلتوت، والشيخ أبي زهرة، والعلماء الكبار. تأثر، قال لا، يبدو أن المسألة ليست ليست من مسائل الاعتقاد، وهذا الذي ذهبت إليه قبل أسابيع. فرقوا بين أصول الإيمان وبين مسائل قد نصدق بها فلا تزيدنا إيمانا في أصول الإيمان، وقد نكذب بها أيها الإخوة فلا تجعلنا خارجين من دائرة الإيمان ولحمة الإسلام ورحمة الرحمن حتى نكفر بها. يقال كفر زنديق، لا، ليس هكذا. هذا رأي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. إذن نأتي الآن، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك بحسب اللغة وبحسب مواقع الاستعمال في الكتاب الأعز، متوفيك أي مميتك، مميتك ميتة طبيعية. هم أرادوا ماذا؟ قتلك وإهانتك. والآن سأدلي بمعنى أيضا لم أسبق إليه أيها الإخوة. قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. ما موقع التطهير هنا؟ تطهير من ماذا؟ كلمات كثيرة عودوا إليها في أمهات كتب التفسير، الذي أرتاح إليه جدا بفضل الله تبارك وتعالى، أن مطهرك هنا فيها إشارة إلى اعتقاد اليهود. من هنا أهمية الدرس المقارن للأديان حتى نعرف. إلى اعتقاد اليهود أن من يوضع، من يصلب يعني، على خشبة فهو ملعون، هذا النجس ملعون. الله يقول لا، لن أسمح بأن يوضع يسوع عيسى على خشبة. قال وما قتلوه وما صلبوه. وبهذا أيضا نزيف رأي القديانية الأحمدية ومن لف لفهم، وكان الشيخ العلامة أحمد ديدات تأثر بهذا، أن عيسى وضع على الصليب، نعم، وصلب فيما يظهر، لكنه لم تنزهق روحه، يعني لم تنزهق نفسه. فلما دل يعني خشبة بعد قليل، إلى آخر قصة، قصة مريم المجدلية ومريم أمه والرشوة لحراس القبر إلى آخره. لا، اليهود يرون أن من يصلب فهو ملعون ونجس. الله يقول مطهرك، كأنه يقول لم يصلب، ولا يقال لمن وضع على الصليب دون أن يصلب ويموت إنه صلب، المفروض هكذا، وإنما من يقتل على الصليب هو المصلوب، هو المصلوب. الله ينكر هذا وهذا. إذن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، فهمنا مطهرك والترتيب، وفاء ثم رفعة. طيب الرفعة هنا يقول رافعك إلي، أستغفر الله العظيم، كأنهم يشيرون إلى ما وقر في صدورهم أيها الإخوة من عقائد فاسدة وخيالات كاسدة، أن الله والعياذ بالله يعني يوشك أن يكون له مكان حسي، وإن كان فوق المكان، فوق السماوات السبع على كرسيه في عرشه بالمعنى الذي يليق بجلاله. عندهم بعض العقائد التجسيمية، حاشا لله، ليس كمثله شيء، لا يقال إن الله له أي مكان يتمكن فيه، حاشا لله. كيف وهو ممكن المكان ومزمن الزمان؟ كيف وهو خالق الظروف والأزمان؟ لا إله إلا هو. إذن وين كان قبل أن يمكن المكان؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ هذا يليق بالمخلوقات، بالمحدثات. فقال الله يقول رافعك إلي. قلنا الجواب من جهتين. أول شيء قوله عز من قائل رافعك، الرفعة ليس بالضرورة أن تكون رفعة مكان، بل هي رفعة مقام ومكانة. ورفع بعضهم فوق بعض درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. في إدريس ورفعناه مكانا عليا. الرفعة رفعة معنوية، رفعة مقام ومكانة، وليست مكان حسي أيها الإخوة. أي واحد قال لك لا ما ينفعش، لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال رافعك إلي. يا سلام، يعني لا مكان حسي فعلا يرفع إليه عيسى،
مصرون على التجسيم والتشبيه والعياذ بالله والعقائد الفاسدة. إذن أين أنتم من قول الله تعالى على لسان لوط حكاية لقول لوط عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي، مش لربي. لو مهاجر لربي يعني لأجل ربي جهادا في سبيل ربي، ما قالش لي، قال إيش؟ إلى، التي يتوصل بها من مكان إلى مكان، وقال إني مهاجر إلى ربي. الله في فلسطين يعني؟ والعراق تخلو منه؟ هكذا تفهمون القرآن الكريم؟ هذا خسارة فهمكم للغة العربية؟ هذه ذائقتكم اللغوية؟ هذا قول حكايته رده، لا نرده بأكثر من أن نحكيه، مجرد أن تحكيه حكايته رده كما يقال، وقد حكيناه هبتان. وإنما الرفعة رفعة إيه؟ رفعة مقام ومكانة أيها الإخوة. متوفيك مميتك ميتة طبيعية إلى اليوم أيها الإخوة. هناك بلدة في كشمير في الهند فيها قبر، بل هو مقام عظيم لرجل يعتقد أنه من كبار الصالحين. أهل تلك البلدة سرينجرا يعتقدون أن هذا الرجل وفد عليهم قبل 1900 سنة، وأنه من سلالة الملوك، وأنه أحد الأنبياء، واسمه يوز أساف. يوز أساف، أما اسمه الحقيقي يقولون فهو عيسى. النصارى الذين ذهبوا إلى كشمير ورأوا هذا وهذه المعلومات التي تؤثر من مئات السنين قالوا قد يكون أحد الحواريين أو أحد تلامذة ورسل عيسى. فهل يمكن أن يكون عيسى بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى هاجر من بلد فلسطين وذهب إلى هناك وعمر هناك وتوفي هناك وفاة طبيعية كما يعتقد القديانية؟ القديانية يعتقدون بهذا، الله أعلم. مسألة قيد الدرس ورهن التحقيق والبحث، لكن ممكن. لماذا عيسى لم يقتل على الصليب ولم يرفع حياً روحاً وبدناً، وإنما مات ميتة طبيعية بدلالة إني متوفيك، فلما توفيتني قد خلت من قبله الرسل، آيات كثيرة سنن هذه، الله تبارك وتعالى أعلم. نأتي الآن إلى آية النساء. قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن يقول بل رفعه الله إليه. قالوا صرح بالرفع، أجبنا عن الرفع، إنه رفع المكان والمقام. وانتبهوا، آية النساء نحكم فيها آية آل عمران. لماذا؟ وعد وإنجازه، وعد وتنجيزه. أين وعد الله؟ في آل عمران، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذا وعد حققه الله وأنجزه ونفذه، فأخبر بقوله بل رفعه الله إليه. هنا فقط اكتفى واجتزى سبحانه وتعالى بالرفع، فالمفروض أن هذا الرفع يكون في سياق الوعد تاماً كاملاً. والوعد هو بماذا؟ بالتوفية والرفع والتطهير. فكأنه يقول بل توفاه الله ورفعه وطهره منهم، فلم يصلبوا. عيسى لم يصلب ولم يقتل، هذا هو، هذه تفعل في هذه، لأنه هذا وعد وهذا تحقيقه. لا تأخذ الرفع وحده، لأنه إخبار عن تحقيق الله لوعده لموعدته لعيسى عليه السلام. أخيرا قوله، أو قبل الأخير، قوله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إلا ليؤمنن به بعيسى، وهذا هو الذي عليه معظم المفسرين. الشيخ ابن عاشور له رأي وأنا لم أقرأه لغيره، قال إلا ليؤمنن به، وهو رأي وجيه جدا سبحان الله عند التأمل، فلا أدري كيف غاب عمن سلف. قال إلا ليؤمنن به، الضمير المجرور أيها الإخوة الراجع إلى الرفع المعبر عنه بالفعل، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بالرفع. عيسى رفع ولم يصلب، ولم يقتل ولم يهن، لم يكن ملعونا على خشبة، لم يكن ملعونا على خشبة كما يروج اليهود أعداء عيسى. قال لا، بل رفعه الله إليه إلا ليؤمن به. على كل حال، لكن معظم المفسرين يؤمنن به أي بعيسى. أنا عندي رأي أيضا لكن المقام يضيق عنه جدا، يؤمنن به بمحمد
وعندي أدلة على هذا، وليس بعيسى ولا بالرفع. لكن هذا يحتاج إلى وقت، يذهب وقت الخطبة. على كل حال، إلا ليؤمنن به على المشهور بعيسى قبل موته، قالوا قبل موت عيسى، هذا القول ضعيف مباشرة. لماذا؟ النظم يؤكد أنه ضعيف، لأن الآية تتحدث عن عموم الكتابيين، تعم كل كتابي يهودياً كان أو نصرانياً. تقول وإن من أهل الكتاب إلا، وقلنا إن هنا نافية بمعنى ما، يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا، هكذا. وما بعدها يشبه أن يكون صفة لهذا المحذوف أحد، في سياق تعميم. ولكن إذا أرجعنا الضمير قبل موته، الضمير في موته إلى عيسى، تصبح فقط مختصة بمن؟ بمن يدرك عيسى من الكتابيين فقط. أما أهل الكتاب قبل ذلك وهم كثيرون إلى الآن، وإلى أن ينزل عيسى إن نزل فلا علاقة لهم، أليس كذلك؟ وهذا مخالف لظاهر الآية، الآية تعم الكتابيين، وإن من أهل الكتاب إلا لا، ويقسم الله تبارك وتعالى، قسم إلهي، لام القسم، شفتوا؟ لكن على التفسير الثاني والذي قال به ابن عباس، وهو أحد إحدى الروايتين وأحد القولين، وقال به مجاهد، وقال به عكرمة، وقال به الضحاك، وقال به ابن سيرين، ورجحه الزمخشري، وما إليه النووي وكثيرون، إنه قال هذا القول الصحيح، يمنى به قبل موته، قبل موت الكتاب، ما من كتاب إلا يرى الحقيقة ويعلم أن عيسى ابن مريم، إن كان الكتابي نصرانيا يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه لم يمت مصلوبا كما تعتقد أيها النصران أبدا، وإنما مات على النحو الذي أخبر عنه كتاب الله. وإن كان الكتابي يهوديا علم وأيقن هذا اليهودي أن عيسى لم يكن ملعونا ولا ابن خنا ولا ابن والعياذ بالله، أستغفر الله العظيم، وإنما كان عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، هكذا كان عليه السلام. فاليهودي والنصراني يرى الحقيقة، لكن هل ينفعه إيمانه هذا؟ لا ينفعه. للأسف الإمام الطبري بعد أن ذكر الأقوال، ذكر القولين ووجه كلا، استروح إلى القول المشهور قبل موته، أي قبل موت عيسى ليس موت الكتابي، وذهب يضاعف هذا القول الثاني على أنه ظاهر وقوي، وهو الذي يلتئم بالعموم في الآية، وإن من أهل الكتاب إلا. لماذا؟ قال لأنه لو صح هذا التفسير أو هذا الوجه، معنى كلام ابن جرير رحمة الله تعالى عليه، لوجب أن يورث هذا الكتاب وأن يرثه المسلمون فقط من أبنائه وورثته، مش النصارى، لأنه أسلم آمن. نرد على ابن جرير، نقول له كلامك غير صحيح بالمرة رضوان الله عليك. لماذا؟ لأن الإيمان في هذه الساعة، نعم وأقسم الله عليه وسماه إيمانا، لا يفيد، لا يفيد بنصوص كتاب الله تبارك وتعالى. قال في آخر غافر المؤمن عز من قائل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سماه إيمانا أم لم يسمه؟ وقال لا ينفع. انتبهوا، ابن جرير هذا، ابن جرير، من أنا ومن ابن جرير؟ ما نحن في من مضى إلا كبخل في أصول نخل طوال، لكن يفتح الله على من شاء. ابن جرير أخطأ هنا، نقول له أخطأت، من خطأنا فليرد علينا، هذا علم اجتهاد في المسائل، ما في لعب. خطأ فرعون الملعون، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمرت به. الله قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت، قال له لا ما ينفعش الآن. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الآيات كثيرة أيها الإخوة، الآيات كثيرة أن مثل هذا الإيمان مع تسميته، وهذا أهم في المقام، مع تسميته إيمانا لا ينفع صاحبه. هذا ابن كثير، ابن جرير لم يلتفت إليه فأخطأ في الترجيح، قال لك لا هذا غير راجح لأجل كذا كذا كذا، لا هذا غير صحيح، واضح؟ طيب، إذن الصحيح أيها الإخوة، إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، قبل موت الكتاب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما فيها أي دليل إذن بهذا التوجيه وهذا الرأي القوي الملتئم بالعموم فيها على أنه يعود في آخر الزمان ثم يموت، غير صحيح. فلا تكفر الناس، على الأقل رسالة الخطبة لا تكفر الناس بأشياء غير غير ثابت أنها من أصول الدين. يا أخي اعتقدوا بها،
ما شئتم أن تعتقدوا. أنا طبعاً أعلم والله مثل هذه التحقيقات وهذه المباحثات تزعج المسلمين السني كما الشيعي. تعرفون لماذا؟ الناس بطبعهم يميلون إلى مثل هذه العقائد لأنها أيديولوجيا للمساكين، هذه أيديولوجيا الضعفاء والمقهورين، تعرفون؟ لذلك مثل هذه العقائد عرفتها كل الأمم تقريباً، ما من أمة إلا عندها عقيدة إيه؟ مشيحانية وعقيدة مهدوية. يأتي شخص في آخر الزمان ومحمول على السحاب وينتقم إلا ويرسي إيه؟ العدل ويضع الأمور في نصابه، كل الأمم، ولسنا بدعة من الأمم. فلما تقتل لي هذه العقيدة مصيبة. لماذا؟ لأنك تريد أن تحملني أنا الآن مسؤولية أن أنهض بنفسي وبأمتي. نعم هذا ما نريده. قلت لا، لا نريد هذا، نحن قوم كسالى، نريد أن ننام على حس على حس هذه العقائد، لا أقول أساطير أو خرافات حتى لا أجرح شعور أحد، نريد أن ننام عليها يا أخي وبعدين تنصلح الأمور. لا خطأ، هذه أيديولوجيا ضعفاء، أيديولوجيا مساكين، تبرر استقالة الأمة من مهامها، تبرر استقالة الأمة من مهامها الحضارية والبنائية والتنموية إلى آخره، والدينية الروحية حتى. أخيراً يا إخواني، قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. قال لك وإنه، أي عيسى، عيسى علم للساعة. إيش هو علم يعني؟ كيف إنه لعلم؟ قال لك علم، غير صحيح. فرق بين العلم والعلم، وإن كان العلم مأخوذاً إيه؟ من العلم. فتفسير العلم بالعلم على تكلف شديد، على تكلف شديد، وإنما هو من باب المبالغة في الوصف، من باب المبالغة في الوصف. وإنه لعلم، كما نقول فلان عدل وفلان ظلم، فلان كفر، هكذا. فهذا من باب المبالغة، لكن الضمير فيه وإنه، قيل إنه القرآن الكريم، وأنا أستروح لهذا وسوف أقول لكم لماذا الآن. قيل وإنه محمد عليه السلام، وهذا قوي أيضا، قوي. قيل إنه عيسى، وإنه أي عيسى. وليش عيسى بالذات؟ لأن عيسى خلق من غير أب، وعيسى أحيا الموتى، وعيسى ينزل قبل يوم القيامة، فصار علما للساعة. إذن هذه الأقوال في هذه المسألة. أنا أرجح أيها الإخوة أنه القرآن العظيم. تعرفون لماذا؟ لأن مثل هذه الصيغة تكاد تكون وقفاً على القرآن العظيم، وبالذات في هذه السورة الجليلة، سورة الزخرف، حاميم، والكتاب المبين. أيها الإخوة، ثم يقول إيه؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه مين؟ إنه القرآن في نفس الآية الثالثة، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الآية تقريبا 44، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. مين هو؟ القرآن. وفي أي سورة؟ الزخرف. يعني وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إيش هو؟ القرآن بإجماع المفسرين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا. إيش هو بإجماع المفسرين؟ القرآن. وإنه لعلم للساعة، قرآن. إذن قرآن، هذا قرآن. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لكتاب عزيز، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه وإنه. يا أخي هذا تعبير مختص بالقرآن. لماذا ذهبتم مرة إلى محمد ومرة إلى عيسى بالذات؟ لماذا؟ تفكيك القرآن، تفكيك أواصر القرآن الكريم. مش هيك وبس، السياق، اقرأوا السياق، واضح جدا أن هذه الآيات الكريمة أيها الإخوة من سورة الزخرف تتحدث وتحاج أناسا كافرين جاحدين بالساعة، لا يؤمنون بالقيامة، لا يؤمنون بالساعة. واضح يا إخواني؟ ولذا شوف في البداية يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يصدون في خويصات أنفسهم. ولما ضرب، أين ضرب؟ في القرآن الكريم طبعا. من الذي ضرب؟ الله لا إله إلا هو. وأين ضرب هذا المثل؟ في القرآن. فصد كفار وإيه العرب وكفار قريش خاصة، كذب القرآن، قالوا لا، هذا لا نؤمن به عن عيسى، نسمع بعيسى لكن لا نؤمن بهذا المثل على هذه الطريقة. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه، فقابلوا مثلا بمثل، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لمن؟ انتبهوا، لماذا يؤكد القرآن هنا في هذا السياق بالذات
أن عيسى هو مثل لبني إسرائيل، كان يمكن أن يقول وجعلناه مثلا للعالمين كما قال فيه وفي أمه آية للعالمين، لكن هنا قال لا، مثلا لبني إسرائيل ليدل على محصورية رسالته ومخصوصيتها. فلا يقال هذا بالذات من بين الأنبياء جميعا وفي مقدمهم مقدمهم عليه الصلاة وآله والتسليمات والتبريكات هو الذي يعود بعد ذلك ويملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا، هو دون محمد أو غير محمد. للأسف أدركنا الوقت أيها الإخوة، في الخطبة الثانية سأذكر على سبيل السرعة إن شاء الله والإعجال بعض الملاحظات التي تلتئم بسنن الله الكونية المعبر عنها بالصيغة القرآنية الشرعية، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، في هذه السورة أيضًا في سورة الزخرف يقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات. في نفس السورة، في السورة نفسها. لكن هذه العقيدة، وتفكروا وتأملوا وتدبروا، عقيدة أن عيسى رفع تاماً وأفياً روحاً وبدناً، والعجيب أنهم استدلوا أيها الإخوة على أنه رفع كذلك أن النبي رآه في السماء الثانية، يا للعجب، وقد رأى معه كما قلت ابن خالته ورأى غيرهم الأنبياء. طبعاً أنا سأقول لكم بحسب أحاديث المعراج، إن كان مجرد لقي النبي لنبي آخر أو رسول آخر في السماء، إن كان هذا بمجرده دليلاً على أن هذا النبي رفع وافياً تاماً بدناً وروحاً، الأولى ليس عيسى بل موسى. تعرفوا لماذا؟ لأنه التقاه مرتين، مرة في السماء ومرة عند الكثيب الأحمر قائماً يصلي كما في صحيح مسلم. إذن يبدو أن موسى هو الذي بقي تاماً وافياً، غير صحيح، لا هذا ولا هذا. هذا عالم الأرواح، هذا عالم المثال، هذا عالم آخر، من أين لكم؟ ثم إنه لقيه مع ابن خالته. شوف هذا الحديث صحيح قطعاً، أنا أستطيع أن أقسم أن النبي قال هذا، وأنه رأى عيسى ويحيى في سماء واحدة. تعرفون لماذا؟ ليس لأنهما ابني خالة فقط، لا لا لا، لأن الله تبارك وتعالى قال عن يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. وقال عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مشابه عجيبة جدا جدا جدا. واحد يقول لي: لا، عيسى لم يقتل ويحيى قتل، من أين لك هذا؟ هذا كلام الإسرائيليين. يقول العلماء: اقرأ كلام ابن جرير الطبري، كلام ابن كثير، ها؟ ورجح، قال لا، الأرجح أنه لم يقتل وإنما توفي وفاة طبيعية لقول الله تعالى، ويوم يموت. وأي نقيض أيها الإخوة ومعارض للتسليم والسلامة من أن يقتل يحيى قتلا؟ مستحيل، هذا كذب. ودفعت رأسه لبغي وشربت فيها الخمر، حاشا لله أن يفعل هذا برأس نبي، غير صحيح. الله سلمه عند موته، فمات ميتة طبيعية كما سلم عيسى، كما سلم عيسى. طيب، هذه الآية أيضا: والسلام علي يوم ولدت، إذن عيسى له مولد، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. واضح أنه سياق سنني طبيعي، ولد ومات ويبعث كما يولد كل منا ويموت ويبعث، ما في أي استثناء. لو في مسألة رفع وافياً تاماً وبعدين يعود وبعدين يتوفى، هذه مسألة إعجازية خوارقية كان ينبغي أن تذكر في هذا الاختزال البيوغرافي. هذا تفصيل اختزال عفواً وتكثيف لحياة عيسى. الله قال مراحل ثلاثة، مثل مراحل يحيى، يحيى حيحي. سوف يعود؟ لن يعود، نفس الشيء. طيب يا أخواني، في آخر سورة المائدة، وذكرت هذا مرة وتأملوا في هذا جيداً جداً، إذ قال الله يا عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي؟ أين قال الله هذا؟ بإجماع المفسرين يقول يوم القيامة في موقف الدينونة والحساب: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم بالله، هنا عاد افتحوا آذانكم جيداً إخواني وأخواتي، أصغوا جيداً إلى كلام الملك لا إله إلا هو الملك المقتدر. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، مدة دوامي فيهم. انتبهوا، إذن عيسى يقول بكلمة واضحة قاطعة، أنا أديت الشهادة على القوم الذين بعثت فيهم مدة بقائي فيهم، مدة دوامي، أنهم لا يعبدون إيش؟ إلا الله وحده لا إله إلا هو. ثم يقول فلما توفيتني، وهنا بمعنى مت، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. معناها لو عاد عيسى حتما لابد أن يذكر هنا، يقول له فلما توفيتني ثم بعثتني ثم عدت بي ثم أنزلتني وجدتهم غيروا وبدلوا فأنكرت عليهم وتبرعت منهم. هذا غير مذكور، عيسى لم يعد ولم يعرف ولم يطلع على ما فعل قومه بدينه من بعده، كل الشهادة مؤداة في هذا النطاق فقط مدة دوامه، وفي مدة دوامه لم يحصل أنه دعي إلها لا هو ولا أمه من دون الله. واضح القرآن؟ هذا سورة المائدة، لا تقول لي بخاري مسلم ابن فلان أبو علان، هذا لا يعني الآن، قرآن عظيم هنا واضح جدا، واضح جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث نقبله لأنه مع القرآن تماما. نحن لا نقبل ونرفض بالتشهي، يقول لك بالتشهي عدنان وغير عدنان يحكم عقله، لا يا أخي، نحن نحكم كتاب الله الواضح الصريح القطعي في حديث ابن عباس في صحيح البخاري في كتاب التفسير أيها الإخوة، وهو حديث الحوض، كيف يختلج يؤخذ بأناس من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال، يؤخذ بهم ذات الشمال عاد هؤلاء، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك في صحيح البخاري، قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الملائكة ماذا تقول لمحمد عليه السلام؟ إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أنت مش عارف، وأنت بتستنجد لهم ليه؟ تقول أصحابي أصحابي، مش عارفهم هذول؟ هذول ارتدوا بعدك، هذول غيروا دينك بعدك، الحديث في البخاري، أنت ما بتعرف. قال إذا ما بعرف عندي عذر، مثل عيسى اللي ما عرف إيش حي ماذا حصل بعده. فهمتوا الآية؟ وفهمتوا الحديث؟ والحديث في البخاري، هذا حق، هذا حق يطابق حقا. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. تتمة الحديث يقال له إنهم لم يزالوا مرتدين بعد أن فارقتهم، ارتدوا تركوا الدين هذول أصحابك، جماعة طبعا من الصحابة، جماعة إيه؟ من أصحابه تركوا الدين والعياذ بالله. فالحديث واضح أيها الإخوة. أخيرا لصالح من؟ يقال إن عيسى الذي جعل إلها وابن إله، لصالح من يؤكد أنه فعلا لم يمت ميتة طبيعية وصعد به إلى السماء روحا وبدنا، وهو هناك عند النصارى جالس إلى جانب والده، أستغفر الله العظيم. نعم، في العقيدة النصرانية كل أحد لابد أن يقدم كشف حساب لعيسى، كل أحد من محسن ومن مسيء، فيثيب هذا ويعذب هذا أيها الإخوة، لابد أن يقدم كشف حساب. وبعد ذلك ينزل في آخر الزمان في العهد الألفي السعيد، ينزل عيسى ليدين الخلائق أيضا، ويطبع العالم كله بطابع عقيدة واحدة وملة واحدة، وملة واحدة. اليهود يعتقدون نفس الاعتقاد لكن في مسيحهم، وكما قلت لكم عاد عند اليهود سفر أشعياء الإصحاح الحادي عشر ينزل مسيحهم المنتظر، وحين ينزل أيها الإخوة يضرب بخطيب إيه؟ الحق، في عنف، عنف بني إسرائيل، ولكن أيضا ويقتل المنافقين إيه؟ بنفسه، بمجرد نفسه المنافقون الكفار يموتون. انتبهوا، هذا المعنى مذكور في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة يقول فلا يحل لكافر يجد نفسه أو ريح نفسه إلا مات ونفسه يبلغ ما بلغ طرفه،
هذا النبي قال ولا سفر أشعياء؟ هذا سفر أشعياء منقول كبيا، لا نسخة، نسخة كربونية، هذا منقول والنبي قال، والنبي قال، وروى أبو فلان وأبو علان. انتبهوا، اقرأوا أديان مقارنة وبعدين مشيكوا بس وشوفوا الشيء الغريب. القرآن يقول ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مسلمون مع يهود مع نصارى مع ملل إلى يوم الدين لن تتوحد. هذه سنة الله في الخلق، لأن يعني الإنسان مختار، كائن مختار، والله لا يشاء أن يجبر الناس على إيه؟ على عقيدة على الرغم منهم. الله لا يريد هذا، لا يريد هذا. فالدنيا فيها مؤمن فيها كافر. لكن سفر أشعياء ماذا يقول؟ يقول أبدا تصبح معرفة الرب في قلوب الناس جميعا كما الماء يغطي البحر، وهذا مذكور في حديث أبي هريرة، تصبح الملة واحدة، الله يهلك الملل كلها إلا ملة التوحيد. قال يبقى دين واحد مخالف لسنة الله، مخالف كتاب الله تبارك وتعالى. ومش هيك بس، في أحاديث أبي هريرة وغير أبي هريرة ويحطم يكسر يدمر البيع والكنائس، ما تبقاش للمساجد. غلط. الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. من حكمة الله وإرادة الله أن تبقى هذه الأشياء موجودة. الله لا يريد أن يطمسها ولا أن يدمرها، سنن كونية لله الله يلفت النظر إليها أيها الإخوة. ومش هيك بس، عاد في سفر أشعياء تصبح الدنيا كلها أمنة وسلاما ومحبة والنمار، يعني النمور، النمار ترعى مع الأبقار، والذئاب ترعى مع الأغنام والشياء، والصبية الصغار يلعبون إيه بالأفعوانات بالحيات والثعابين. وهذا تماما مذكور عن رسول الله من رواية أبي هريرة، الذئب والغنم والبقرة والدبة. يقول أبو هريرة إن رسول قال الكلام هذا أو نسب إلى أبو هريرة الله أعلم، وهذا مع هذا، والصبي يلعب إيه بالحية، يضع يده في جحر الحية فلا تؤذي، يلقي الله الأمنة. هذا كلام نبوي ولا كلام أشعياء من العهد القديم يا إخواني؟ وصححه فلان وصححه الشيخ العلامة فلان. يا جماعة يا جماعة، هذه عقائد أخرى، عقائد إسرائيلية تسللت إلى ديننا تحت اسم حديث وروى فلان وأخرج فلان، وتناقض كتاب الله تبارك وتعالى. وأختم بالتذكير أيها الإخوة، لو كان لنبي واحد من بين النبيين والمرسلين أن يعود إلى الدنيا، ولو كان لهذا العائد إلى الدنيا أيها الإخوة في آخر مدتها وزمانها قبل أن يطوى بسطوة، أن يوحد الملل على ملة واحدة ويجعل الدين ديناً واحداً، لكان الأحرى والأقمن والأخلق والأجدر هو صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. لماذا وحده القائل فضلت على النبيين بخمس؟ أنه بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله الذي له الوحيد، الرسول العالمي. ليش العالمي لا يبعث ولا يجمع الناس على دين واحد؟ ليش؟ لأنه هذا ما صحش عنه ولا الله قال به. لكن ليش رسول مش عالمي عليه الصلاة والسلام على عيسى؟ رسول مش عالمي، رسول لبني إسرائيل ومضروب مثلا لهم ومرسل فيهم، هو الذي يبعث يوم القيامة قبل القيامة أيها الإخوة ويوحد الملل والأديان. تعرفون يخدم ماذا هذا؟ يخدم شبهة الإلهية فيه. يقول لك لأنه إله، ابن إله، نور ابن نور. الرسول عليه السلام لما ناقش وفد نجران في السنة التاسعة، نصارى نجران، إيش قال لهم؟ قال لهم ألستم تقرون أن الولد يشبه أباه؟ قالوا بلى يا محمد. قال فإن ربنا حي لا يموت وإن عيسى أتى عليه الفناء. طب ما هو مات عيسى، أواه لا يموت، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. الآية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.